لما بقرة تولد الفلاح كي تولد البقرة نتاعو، على بالكم اللي الدولة تعطي له 3 ملايين، عنده 3 ملايين من الدولة الجزائرية لأن البقرة ولدت. ولما واحد يكون عنده عودة تولد العودة شحال تعطي له الدولة؟ 2 ملايين، هذا تاع العودة كي تولد، والبقرة كي تولد 3 ملايين. قولوا لي بالله عليكم، المرأة الجزائرية كي تولد شحال تعطي لها الدولة؟ شحال يعطوا لها؟ والو. وهي البقرة غالية على المواطن الجزائري، بقرة كي تولد 3 مليون، وحنا يا مرا كي تولد مسكينة ما كاين والو. وهي البقرة غالية على المواطن الجزائري، بقرة غالية على المواطن الجزائري، بقرة غالية على المواطن الجزائري. ثمانية وتسعين في المية تاع الميزانية تاع بلادنا جات من البترول والغاز، هذه الخيرات ما عندكم حتى دخل فيها، جاتنا من عند ربي سبحانه. هذه الثروات للمفروض يستغلها ويستفاد منها الشاب، صبحت وللأسف في يد بعض المسؤولين، حتى وصلت بلادنا اليوم تمثل بالبقرة تاع اليتامى. أشربتوا الحليب وحدكم وبعتوا البقرة والشعب يشوف لا حيا لا دين. ضاع الوعد ومات لا للناس يمين، ولا العلم لا الجهل يقوت فيه، وعم الظلم وجاع يا ويح المسكين، يا ويح اللي بلا كتف وطاحت بيه، وتلف لحيا وما بقى للقاشدين، قدين الهضرة بلا فعل يزكيه، وجار الفسق وجاهر بيه الشينين، وبار الصدق وبار من يتحدث بيه، وحظة الرشوة الشين ترد وزين، وصار العبد يبيع في الحر ويشريه. ما جينا موتى ولا جينا حيين، ما جينا منا ولا جينا من هيه، كي البهايم قاور الكسرة شاقين، حتى قوت كروشنا وحصلنا فيه، لتين جيبوه من شجرة الصين وحليب اللحظة من برا نشريه. المشكل راه مش مشكل يا جماعة السادة الوزراء، المشكل راه مش مشكل الأكل والحليب، وكما راه يقولوا الإخوان النواب، حتى الشعر يقول وإذا بيك إلا الخبز والدنيا حتى الثعلة في الخلار على باس. احنا خلاص فقدنا الأمن. انت وش تقول أمين عام كحزب كحزب الله يبارك يقول لك على لازم الشعب الجزائري ياكل ديما الياهور، ومن بعد تجي تقول انا ندير لك وندير لك، انت كاع الياهور حسبتو راه ديرو بلي شغل حاجة كبيرة، كيفاش حبيت نتايا تعطيني حاجة واحدة أخرى؟ انت تحكي لي في التلفزيون بلان بيبليك 35 مليون شعب جزائر، تقول له انت لازم الشعب ديما ياكل ياهور، ومن بعد تقول لي نعطيك سكنة ونعطيك ونعطيك، كيف بطايا تاع الفرق ما ناكلهاش؟ نستناك انا دير لي حاجة كبيرة، باين خلاص انت طلع يا خويا ودي خلي مو شوية اطلق شوية برك تسير للشعب، ديت دو كلش اكو ديتوها قسمتوها البلاد. زادوا لنا السكر، زادوا العدس، زادوا المعيشة كاع، السكنة كاين اللي ما عندهمش. بقاو يبنوا لنا 30 حبس، علاش ما بناوناش 30 شركة نروحوا نخدموا؟ علاش ما بناوناش 30 شركة نروحوا نخدموا؟ 30 شركة نروحوا نخدموا، نروحوا نخدموا، نروحوا نخدموا. فليتالي، نابولي، تورينو، سيسيليا، باولا، افيرسا، ريسو كالابريا، نوكل غلبك الكومنتير وبرستي وقال بيير كاردان، بيير كاردان. انا ناكل في الريستورون طلياني يعمل لي في الموسيقى في الجزائر توقف فرق تجي كوفوكاسيون توقف تجي كوفوكاسيون توقف تجي كوفوكاسيون رانا عينا يا بوتفليقة، هذو راهم هنود الحمر اللي حكيت حقك من هنا سويدا سويدا. حقنا حقنا في السكنة، حقنا في الخدمة، حقنا يعذبوا شاكب خالي اللي يسرق لنا دراهمنا، شاكب خالي اللي احنا كنا نقول يا كنا الحوت ما كنا شدود، هو كان يسرق في الملاير، واحد ما هضر معاه، شاهد بوتفليقة اللي دار الجار والضباحة، واحد ما هضر معاه، خاص الصار كنيسية قايد صالح في جنيرو هذو كامل واحد ما يهضر معاهم. حنا وقفنا على جل حقنا في الويزو، قلنا له بواحد فول كان رفد علام تاع لا اله الا الله، واش دخلك فيه؟ نرفد علام طلب كرويه تاع الملكه ما تدخلش روحك، حريتي حريتي امين، جابوا لنا الشارع وشاكب خالي ما داروا له والو. حلوا لنا الحبس روحه وحسن.
لكن لا تدونا وتبرزونا عند وكيل الجمهورية وديروا البروتوكولات هذه تدونا وحتى يدخلوا الحج. لكن لا ما تعبوش روحكم كاع ني تيفي ني قافي ني والو ما نحكوا على روح. عندنا 50 سنة من الاستقلال، فرنسا مزالها ضد الجزائر، هاد الأرض الجزائرية من احنا في الديار، شنو هذا؟ حدود جزائرية أو بعيدة فرنسا علينا، كيف حتى تبعت لابوليس يجي يخرجونا من أرض جزائرية؟ شو كي زمت لابوليس دمو لابوليس لي بومبي لي كاسكو بلو رونفور كاع، خويا مريض عقليا من راسو كي شاف لابوليس زدمت طرطق زاد عليه الحال، حتى يما قاسها مشي بالعاني هاي منا نفل قاقع هاي لك ليها هاي يما هاي البارح نحك البارح نحك باسم شوف يما تستر ما يتزلق بيان هو في السبيطار شراء قدوكا البارح كان في لي ظلمة ومسالوا في لي ظلمة دوك ما تشوفوش غير ريح 4 شهور لتماك غيتدي له غير الحوايج ما تشوفوش كاع ما كان لا دار لا دوار تقرا يا ولدي راك الاخر اي ما كاش تقرا ما كاش تقرا الحوايج ما نش نصبش نروح للمسيد الحوايج ما نش نصبش نروح للمسيد الحوايج ما نش نصبش نروح للمسيد كيف هدير بابك ما يخدمش ولا كيف عمرين بابك عمرين كيفاش يعني الديرة باش تجيب دراهم نخدم ونجيب نخدم ونشري ونجيب واش تشري بيه نديو مزانا نشري ونأكلو نمشي ماكل لدارنا نمشي ماكل لدارنا نبيع ونشري اللي كتب ربي كتبها نبيع ونشري اللي كتب ربي كتبها نبيع ونشري اللي كتب ربي كتبها العكازة منين معوجة؟ معوجة من فوق الشعب ما عنده علاه وليداتنا هادو باش ناضو هكذا ديجا هو ضرب على السكر وما يشربش القهوة في الدار لو كان برك يديرو قيمة ماشي مليون قيمة 40 مليون قيمة لا جيناس تاعنا والله ما تنوض هكذا باسكو علاش بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة الحقرة قايمة الحقرة قايمة الحقرة قايمة